السلام عليكم. اليوم نروح نشوف الشغال تاع الترميم تاع مدينة القصبة في الجزائر، وللعلم فيه يعني قرار بإنشاء 3 أو 4 مسارات سياحية عبر مدينة القصبة، وين تكون فيه يعني كل القصور الهامة في القصبة، يعني والمعالم يعني الهامة في هذه المدينة تكون مرممة بأحسن طريقة، وإلى جانب يعني القلعة تاع الداي، يعني مقر تاع الدولة الجزائرية في القرن 16 و17. إذن كل هذه المعالم راهي قيد الترميم، وفيه عمل جاد الآن ل يعني إحياء قصبة وتفريغها من النشاطات الغير يعني المضرة، يعني بعض النشاطات المضرة تجارية أو غير تجارية، وكذلك ترحيل السكان اللي يعني أماكن أخرى أكثر اتساعا، وترك القصبة كفضاء يعني سياحي بامتياز، إذن أكثر مما كان عليه في الماضي، لأنه كثير من السكان ما زال لم يرحلوا. إذن هذا شيء إيجابي، إن شاء الله تكون الأعمال تاع الترميم هذه تندار بمعايير علمية وبمقاييس عالمية. أترككم تتابعون، والسلام عليكم. Thank you.